يا صباح الفل. ايلون ماسك اول ما اشترى تويتر سرح نص الموظفين. امازون، فيسبوك سرحوا عدد كبير جدا من الموظفين الفتره اللي فاتت. دول شركات عالميه عملاقه تاثرت بشكل كبير بالازمه الاقتصاديه، وعلى المستوى المحلي برضو في بلادنا العربيه شركات كتير اتاثرت وبدات تمشي كتير من الموظفين. والاكتر من كده، ومع استمرار الازمه الموضوع هيزيد الفتره الجايه. بس انا مش جاي احبطك واخوفك، بالعكس انا جاي اشارك معاك افكار ممكن تحول الازمه دي لنعمه او نقطه تحول في حياتك. انا نادي، ودي حلقه جديده من فكره الصبح. في البداية عاوز ارحب بأي حد جديد بيشوفني لأول مرة، وعاوز أقولك باختصار كده، أنا بقدم هنا أفكار الهدف منها إنك تطور في شخصيتك وتغير حياتك للأفضل. فلو مهتم بالنوع ده من المحتوى ما تضيعش الفرصة، وانضم لعيلة فكرة الصبح من خلال الاشتراك في القناة وتفعيل النوتيفيكيشن. الحلقة دي مقسومة لجزئين، الجزء الأول هقولك فيه على خطوات أساسية هتعملها لو فقدت وظيفتك، وإزاي تتعامل مع الوضع ده وتقلل من أضراره وتلاقي وظيفة في أسرع وقت. والجزء الثاني من الحلقة، وده الأهم بالنسبة لي، هقولك على كام فكرة كده هيخلوك تحول كارثة فقدان الوظيفة لنعمة وفرصة جديدة. الدراسات بتأكد ان اكبر مشكلة بتواجه الناس اللي بيفقدوا وظيفتهم هي الصراع والمشاعر اللي متلخبطة اللي بتكون جواهم، واللي بتكون ما بين القلق من المستقبل والتفكير في الالتزامات اللي عليهم. وعلى الرغم من ان دي مشاعر طبيعية لازم تمر بيها، لكن الاستمرار فيها مش هيفيد بحاجة، ده بالعكس هيعطل. والمرحلة دي لازم تعديها في اسرع وقت ممكن، وعشان تعمل كده لازم تبدأ تغير طريقة تفكيرك. فبدل ما تقعد تفكر في ايه اللي ممكن يحصل لو ما اشتغلتش وتقعد تركز على المشكلة، خلي تركيزك على الحلول وايه اللي ممكن تعمله وايه الفرص اللي ممكن تكون متاحة قدامك. وخليك عارف انك في المرحلة دي محتاج تكون قوي من جوه، مش مهزوم ومغلوب على امرك. تاني حاجه انت محتاج تعملها انك تقعد مع نفسك وتحط خطه لمصروفاتك الفتره الجايه كنوع من انواع التنظيم، وانك تبقى عارف معاك كام وهيقعدوا معاك قد ايه وايه اللي ممكن تعمله عشان تخلي الفلوس دي تكفيك لاطول فتره ممكنه. كمان ممكن تفكر في الاصول اللي عندك، تفكها امتى وتفك ايه قبل ايه. لما ترتب كل ده في دماغك هيكون افضل من انك تسيبها كده بظروفها. كمان التخطيط هيقلل الضغط عليك وهيقلل من تهدير الوقت والفلوس. ودلوقتي هنروح للخطوه الثالثه، وفيها هتحتاج تحدث السي في بتاعك وتضيف المهارات اللي اتعلمتها من شغلك القديم وخبراتك وتحط صوره جديده، علشان بعد كده هتبدا تفعل مود البحث عن وظيفه في كل مكان. ابدا ابعت السي في بتاعك كل يوم ومن غير زهق. نزل بوست على فيسبوك ولينكدين وعلى اي بلاتفورم انت موجود فيها وليك فيها اصدقاء. وما تكسفش انك تعمل ده، لان في دراسه بتقول ان معظم الناس اللي بيلاقوا شغل جديد بيكون دايما من دايره معارفهم. لحد هنا دول ثلاث نصايح اساسيين لازم تعملهم اول ما تسيب شغلك، لكن الثلاث نصايح دول هيخلوك لسه في مستوى العاطل اللي بيدور على شغل زي شغله القديم، احسن شويه اقل شويه مش اكتر، لكن مش هيأهلوك للمستوى الثاني بتاع الناس اللي حولوا كارثه فقدان الوظيفه لنقطه تحول في حياتهم. ودول بقى اللي هنتكلم عنهم في الجزء اللي باقي من الحلقه. في الفتره اللي فاتت كنت مشغول شويه بالقرايه عن الناس اللي عملوا تحولات كبيره في حياتهم، وكان في كتير منهم حصل لهم التحول ده بعد ما سابوا شغلهم. ولما ركزت في الخطوات اللي خدوها لقيت كام حاجه كده مشتركه ما بينهم. اول حاجه عملوها تقريبا كلهم هي اعاده اكتشاف نفسهم. يعني مثلا واحده منهم كانت بتحب الكتابه من ايام الجامعه، وفي نفس الوقت كانت مهتمة بقطاع التكنولوجيا، فبدأت تكتب مقالات وتقارير عن شركات التكنولوجيا، ومن خلال دائرة معرفها بدأت توصل لمواقع ومجلات وبدأت تتعامل معاهم بالمقال، وكملت في المجال ده حتى بعد ما اشتغلت في وظيفة بدوام كامل. وبالمناسبة الوظيفة دي جت لها بسبب المقالات اللي كانت بتكتبها. هي إعادة اكتشاف نفسها في مجال وظيفة مختلفين تماما عن شغلها اللي اشتغلته من بعد ما اتخرجت، وكان صعب يحصل ده طول ما هي مستقرة في شغلها القديم. عشان كده انت كمان لازم تعيد اكتشاف نفسك وتستغل امكانياتك ومهاراتك وعلاقاتك واللي بيهم ممكن تفتح لنفسك طريق مختلف تماما عن اللي كنت فيه قبل كده. اما بقى الحاجه المشتركه الثانيه كانت استغلال الوقت في تطوير مهاراتهم. يعني مثلا نقول الفتره اللي ممكن تقعدها علشان تلاقي شغل جديد هتكون من 3 لـ6 شهور، فممكن تعمل خطه تطور فيها مهارات بيحتاجها شغلك سواء من خلال كورسات اوفلاين او اونلاين، ولو في شهاده ممكن تاخدها. وهنا هتستفاد باكتر من حاجه. اول حاجه ان ممكن المهارات دي تسرع من توظيفك، والحاجه الثانيه انها بتاهلك لمستوى تاني من الشركات اللي ممكن تشتغل فيها. واهم حاجه انك مش هتكون ضيعت الوقت على الفاضي من غير استفاده. تجربه فقدان الوظيفه تجربه صعبه جدا، ومر وبيمر بيها ناس كتير جدا، لكن في ناس بتعلم منها الدرس فعلا وناس تانية لا. ودي بقى الحاجه المشتركه الثالثه بين الناس اللي عملوا تحولات كبيره في حياتهم، وهي انهم اتعلموا الدرس وفهموا ان مفيش حاجه ثابته ومضمونه، وعشان كده بداوا بتنويع مصادر دخلهم، وبالتالي ما يكونوش معتمدين على وظيفه واحده هي مصدر دخلهم الاساسي. يعني مثلا البنت اللي قلت لك عليها من شويه استمرت في كتابه التقارير الصحفيه جنب شغلها الاساسي. ولو انت محاسب ممكن تقدم استشارات في المحاسبه سواء اونلاين او اوفلاين، وهكذا. اي حاجه بتفهم فيها او ليها علاقه بمجال شغلك ممكن تقدمها كخدمه او مجال عمل اضافي بالنسبه لك. وميزه العمل الاضافي انه مش بس بيامن لك دخل جنب دخلك الاساسي، لا ده كمان بيكون فاتح لك فرص تانية كتير من خلال دايره العلاقات اللي انت فيها. اخر حاجه عاوزك تعرفها ان كل حاجه حوالينا بتتغير وبتطور، مفيش حاجه بتفضل ثابته،
دوام الحال من المحال زي ما بيقولوا، وانت مش قدامك غير اختيار من الاختيارين، الاول انك تغير نفسك وتتطور مع التطوير، والتاني انك تسيب التغيير يعدي عليك وتقعد تسب وتلعن في الظروف. لو اخترت الاختيار الاول هتعرف تعمل نقلات كبيره في حياتك، ولو اخترت الاختيار التاني حالك هيبقى من الاسوأ للاسوأ. وخليك عارف ان الكوارث بتحصل لكل الناس، لكن التعامل مع الكوارث هو اللي بيفرق شخص عن التاني. والخبر المفرح ان في كتير من الناس خرجوا من الكوارث دي بفرصه عمرهم. اخيرا انا بشكرك على مشاهده الحلقه، وعاوز افكرك بشعارنا اللي بيقول اليوم افضل من الامس وغدا سيكون الافضل. لو شايف ان الحلقه مفيده ادعمها من خلال زرار اللايك وشاركها مع اصحابك على السوشيال ميديا، واكون مبسوط جدا لو شاركتني ارائك وافكارك من خلال التعليقات. صباحك فل، واشوفك في حلقه جديده من فكره الصبح.